عالم الدنيا عالم الاختلاط، الكذب يختلط بالصدق، الحقيقة تختلط مع الخيال، الواقعيات تختلط مع الأوهام. ولكن نشأة الآخرة نشأة حق لا كذب فيها. بعد كذب ماكو في هذه النشأة، بعد وهم ماكو في تلك النشأة. الواقعيات تظهر كاملة. هذا مثل أنه نحن نعيش في ظلام، مو معلوم في هذا الظلام شنو أكو، هنالك أحجار وهنالك جواهر وهنالك أفراد مختلفون لا نعلم أنهم أصدقاء أو أعداء. هذا في عالم الظلام. فإذا أضأتم المصباح الكهربائي وإذا بكل شيء يتضح ويحدث هنالك فصل كامل فيما بين الأشياء، وعلى قول الشاعر في شعر له: ما ترجمته إن نور الفجر هو الذي فصل بين النعجة والخروف. في عالم الظلام ما كان هنالك وضوح، ولكن عندما يشرق الفجر كل شيء يتضح. ذلك العالم عالم الحق، ذلك العالم عالم انكشاف الحقائق، ذلك العالم عالم زوال الحجج.